خليجنا واحد وشعبنا واحد، كلمات كتبت بماء الذهب وأصبحت في وجدان كل أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين تتجه عيونهم نحو رياض المحبة حيث يلتقي فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة 40. إن شاء الله تكون يعني على قد المستوى، ودائما دول الخليج مترابطين مو هالسنة بس يعني من السنين ويا بعض، ودائما نأمل خير بمنطقة الخليج. أول شيء أنها تكون آمنة وتكون الأمور كلها مسيرة حق المواطنين وأهل الخليج، وطبعا أول شيء لابد من أن السياسة الحلوة بين الدول تتم على طول وإلى أبد الآبدين بإذن الله يا رب. قاعدة أشوف أن المنظومة الخليجية متكاملة ومتعاونة ومن أجمل ما يمكن، أصلا هو التنظيم الوحيد اللي استمر عربيا. مواطنو دول مجلس التعاون المتواجدون في وطنهم الثاني الكويت أعربوا عن تمنياتهم بنجاح القمة كسابقاتها، آملين أن تسفر نتائج القمة الخليجية عن مزيد من التعاون والإنجاز والوحدة الخليجية في مختلف المجالات. نتطلع إلى القمة الخليجية في الرياض بكل تفاؤل وكل أريحية، والمؤشرات تدل على أن العمل الذي قام به لفترات طويلة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الحكمة والإنسانية والعلاقات الدولية بدأت تؤتي ثمارها. أنا أتمنى أن يكتمل النجاح في القمة الخليجية، وأتمنى أن الارتباط في جميع الدول الخليجية وبالنجاح، ونتمنى أن خليجنا يرجع ويبقى مثل ما كان وأحسن، ويا رب إن شاء الله. دعوات الجميع إن شاء الله. علاقاتنا ترى مبنية على أسس قوية مثل البيت اللي أساسه قوي. القمة الخليجية في الرياض يتطلع خلالها مواطن دول مجلس التعاون الخليجي أن تؤدي إلى مزيد من التلاحم والإخاء بين شعوب المنطقة، وأن ترسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة تحمل مستقبلا مشرقا لأبناء الخليج.